السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور أمل الشباسي. هناخد مع بعض إن شاء الله كورس جديد جميل جدا جدا لطيف يعني للغاية. يعني الكورس دوت اسمه Animal Biodiversity. طيب تعالوا كده نعرف معنى العنوان بتاع الكورس بتاعنا بحيث إن احنا نتخيل ايه الحاجة اللي احنا هناخدها في المنهج. يعني كلمة diversity ديت معناها تنوع، وكلمة bio معناها حيوي. يبقى الكورس بتاعنا بيدرس حاجة اسمها التنوع الحيوي. يعني ايه التنوع الحيوي؟ يعني تنوع الكائنات الحية اللي موجودة على كوكب الأرض. طيب ايه هي الكائنات الحية اللي موجودة على كوكب الأرض؟ لا ده عندي كتير قوي. يعني اكتر حاجتين ملحوظين من الكائنات الحية اللي موجودة على كوكب الأرض، اللي هو اي حد حرفيا متعلم او مش متعلم، اللي هو دارس او مش دارس هيبقى عارفهم، ان احنا مثلا عندنا النباتات وعندنا الحاجة التانية هي الحيوانات. طبعا احنا بنقسم الكائنات الحية اللي موجودة على كوكب الأرض لتقسيمات اكبر من كده بشوية شبه ما هنشوف بعد شوية، ولكن يعني ده كده ايه، يعني كأنه المثال الأوضح يعني لمعنى كلمة biodiversity. طيب هل احنا هندرس كل الكائنات الحية اللي موجودة على كوكب الأرض؟ اكيد ده طبعا شيء صعب جدا ان هو يدرس في كورس واحد، فبالتالي احنا هناخد الجزء الخاص بينا اللي هو الانيمال biodiversity. طيب هل احنا هندرس برضو كل الحيوانات الموجودة على كوكب الأرض؟ أكيد برضو صعب، فبالتالي احنا هناخد جزء بس من الحيوانات اللي موجودة على الكوكب دي، وهنبدأ ان احنا ندرسها بشوية تفاصيل كده خاصة بيها. دلوقتي احنا هناخد مقدمة كده صغيرة. المقدمة دي هنفهم منها المنهج بتاعنا هيمشي ازاي. احنا الحيوانات اللي احنا هندرسها في المنهج بتاعنا هندرسها عن طريق ايه؟ يعني مثلا هل انا هحط كل الحيوانات كده مرة واحدة وابدأ ادرس اي حيوانات كده بشكل عشوائي، ولا هل احنا هنرتب وهننظم المعلومات بتاعة المنهج بتاعتنا في صورة معينة؟ طبعا البديهي والطبيعي ان احنا كدراسة علمية محتاجين ان احنا نرتب وننظم الحيوانات اللي احنا هندرسها او الكائنات عموما، سواء كانت حيوانات او كائنات تانية احنا هندرسها شبه ما هناخد بعد شوية. طريقة التنظيم بتاعة الحيوانات والكائنات اللي احنا هناخدها ديت احنا بنسميها systematic zoology. كلمة systematic يعني كأننا كده بنعمل كده system علشان نرتب فيه الحيوانات. السيستماتيك زولوجي ديت ليها اسم آخر، بيبقى اسمها ايه؟ بيبقى اسمها تاكسونومي. كلمة تاكسونومي يعني تصنيف الحيوانات، اللي هي الكلمة الثالثة اللي مكتوبة هنا ديت اللي هي الكلاسيفيكيشن سيستم. يبقى احنا عندنا نظام هنمشي عليه واحنا بندرس المنهج بتاعنا. النظام دوت كده اسمه نظام التصنيف. يعني ايه كلمة تصنيف؟ كلمة تصنيف ديت شبه ما هناخد بعد شوية كده معناها ترتيب. يعني احنا بنرتب الحيوانات بصورة معينة بحيث ان احنا ناخدهم بطريقة منظمة ومتسلسلة علشان ما نتلخبطش فيهم، وفي نفس الوقت علشان ناخد حيوانات ممثلة لكل مجموعة. يعني ايه حيوانات ممثلة لكل مجموعة؟ يعني مثلا لو احنا هندرس مجموعة البشر مثلا، فاحنا محتاجين ناخد ايه مثلا؟ ممكن ناخد مثلا واحد ذكر واحدة انثى، دول كده هيمثلوا لي كل البشريين اللي موجودين على الكوكب لو انا مسكتهم وبدأت ان انا ادرسهم، فكده كأني درست 7 مليار مثلا اللي موجودين على كوكب الارض. لو احنا مثلا جينا لجروبات الحيوانات، حبيت ان انا ادرس طائر مثلا معين، الطائر دوت ممكن يمثل لي مجموعة الطيور كلها. لو انا مثلا قررت ان انا ادرس حشرة، الحشرة دي ممكن تمثل لي مجموعة الحشرات اللي موجودة على الكوكب كلها، وهكذا. تمام، فاحنا كل اللي مطلوب مننا ان احنا كأننا كده بناخد عينات من الحيوانات، العينات دي بتمثل مجموعة اكبر لان هي فيها الصفات اللي موجودة في المجموعة الاكبر دي. فانا مش محتاجة ان انا ادرس 7 مليار انسان اللي موجودين على كوكب الارض عشان اعرف صفات الانسان، لا انا ممكن اكتفي بس براجل مثلا وست، او ذكر مثلا وانثى، دول هيمثلوا لي كل اللي هم السكان بتوع الكوكب من البشر يعني. تمام، طيب ايه بقى الكائنات اللي احنا هندرسها بالنظام بقى اللي احنا لسه قايلين عليه من شوية ده؟ قال لي والله احنا هندرس حاجتين. الحاجتين دول الحاجة الاولانية منهم بيبقى اسمها البروتيستا. كلمة بروتيستا ديت بالعربي معناها الاوليات او اللي هي الحيوانات الاولية، والحاجة التانية بيبقى اسمها الانفرتبريتس او الكائنات اللي احنا بنقول عليها اللافقاريات.
تمام، وده جروب مشهور جدا من الحيوانات. طيب البروتيستا ديت هي اسمها أوليات. يعني ايه أوليات؟ يعني كائنات بدائية بتبقى موجودة قبل ما الحيوانات تطلع، يعني بمعنى أصح. تمام، كانوا زمان بيعتبروها جزء من المملكة الحيوانية أو جزء يعني من الحيوانات، ولكن بعد كده وجدوا إن الاختلافات اللي موجودة ما بينها وما بين الحيوانات أكبر بكتير قوي من التشابهات، شبه ما احنا هناخد بعد شوية. فبالتالي في النهاية فصلوها لوحدها خالص، طلعوها لوحدها خالص وسموها بروتيستا، وخلوها منفصلة تماما عن الأنيمالز أو عن الحيوانات. تمام، يبقى هم كانوا زمان بيعتبروها جزء من الحيوانات، ولكن بعد كده قرروا ان هم يفصلوها عن الحيوانات نتيجة ان هم لقوا ان هم بينهم حاجات كتير قوي غير مشتركة، فما ينفعش ان هم يحطوها مع الجروب بتاعة الحيوانات. وهناخد بعد شوية مثلا مثال على كده، فهنقدر ان احنا نربط بيه اكتر ليه هم عملوا كده. والحاجة ده كده الجروب الاولاني اللي احنا هندرسه. والحاجة التانية اللي احنا هندرسها كائنات اخرى بتسمى بالانفرتبريتس، او الكائنات اللي احنا بنسميها اللافقاريات. طبعا كلمة لافقاريات عكس الفقاريات من الحيوانات. طبعا احنا كبني ادمين نعتبر فقاريات. يعني ايه فقاريات؟ يعني عندنا عمود فقري، عندنا عمود فقري موجود جوه الجسم بتاعنا. يبقى احنا عندنا هيكل داخلي اللي احنا كنا بنقول عليه اندوسكيلتون. لو نفتكر مع بعض كده من الكورس اللي فات، كنا احنا واخدين ان احنا عندنا كائنات بنسميها فيرتبريتس او فقاريات. الفقاريات ديت بيبقى عندها فيرتبرال كولوم او عمود فقري. العمود الفقري اللي هو بيبقى موجود في الظهر ده، دوت كده بيبقى اندوسكيلتون او هيكل داخلي. وكان عندنا جروب اخر من الحيوانات عكس الفقاريات احنا بنسميه الانفرتبريتس او اللي هم اللافقاريات. دول ما كانش بيبقى عندهم عمود فقري، وكان بيبقى عندهم حاجة اسمها اكزوسكيلتون، يعني هيكل خارجي علشان يحافظ على الجسم بتاعهم. شبه مثلا لما احنا كنا اخدنا الترم اللي فات كده، كنا اخدنا شبه الحشرات مثلا، شبه الصرصار. الصرصار الطبقة البني اللي عليه من بره ديت بتبقى طبقة ناشفة، حتى لو في حد جاي يفعص الصرصار او يضربه او حاجة هيبدأ ان هو هيلاقيه من جوه طري، في مادة من جوه طرية، لكن من بره عليه الهيكل اللي هو الناشف اللي هو بيبقى لونه بني ده. فبيبقى عندهم حاجة اسمها اكزوسكيلتون، وما بيبقاش عندهم ايه، عمود فقري. فاحنا الكائنات اللي احنا هندرسها في المنهج هنا مع بعض، الكائنات اللي احنا بنسميها البروتيستا او اللي هم الاوليات، والكائنات الاخرى اللي احنا بنسميها الانفرتبريتس او اللي هم اللافقاريات. اول جروب معانا هو البروتيستا. البروتيستا ديت العلماء حطوها كده تحت مملكة لوحدها، سموها كينجدم بروتيستا. زي ما قلت لكم ان زمان ما كانتش البروتيستا ديت كانت لوحدها كده، لا ده هم كانوا مصنفينها ان هي تبع الحيوانات، علشان كده ليها اسم قديم شوية. الاسم القديم دوت اسمها بروتوزوا، animal like بروتوزوا. كلمة animal like يعني شبيهة بالحيوانات، وكلمة بروتوزوا ديت بتنقسم لمقطعين. المقطع التاني اللي هو زوا ده جاية من زو زوان، يعني معناها حيوان. وكلمة بروتو باللاتيني معناها first، يعني أولي أو بدائي. فهم كانوا بيسموها الحيوانات البدائية أو الحيوانات الأولية. ده كده الاسم ده كان موجود زمان، لكن طبعا الاسم ده دلوقتي ما بقاش موجود. ودلوقتي فصلوا البروتوزوا دي، يعني هما كانوا قايلين الأول إن هي جزء من الحيوانات، بعد كده دلوقتي فصلوها طلعوها بره الحيوانات خالص وحطوها في مملكة لوحدها جنب المملكة الحيوانية، وسموها المملكة بتاعة البروتيستا. تمام؟ طيب البروتيستا ديت يا شباب هي كانت عبارة عن إيه يعني؟ ديت عبارة عن مجموعة من الخلايا اللي بتحتوي على أنوية حقيقية. يعني هي خلية وجواها نيوكلياس عادي شبه الخلايا اللي موجودة في الجسم بتاعنا. علشان كده احنا بنقول ان البروتيستا هي عبارة عن جروب من اليوكاريوتس. واحنا اخدنا يوكاريوتس ديت قبل كده معناها ايه، كلمة يو يعني ترو، وكلمة كاريو يعني نيوكلياس، يعني هي عبارة عن كائنات الخلايا بتاعتها بتحتوي على ترو نيوكلياس، يعني نيوكلياس حقيقي وجواه الكروموزومز بتاعته والكلام ده كله. طيب البروتيستا دي زي ما اتفقنا كده مع بعض ان هي considered as not animals، ما هيش حيوانات، ما هيش فانجوي، ما هيش فطريات، وما هيش نباتات.
فبسبب ان هي مش ده ومش ده ومش ده، فاحنا هنحطها في مملكة لوحدها وهنسميها Kingdom Protestant. دي كده اول حاجة احنا هندرسها في المنهج، ده كده جزء المنهج الاولاني. طيب جزء المنهج التاني بقى، جزء المنهج التاني هندرس فيه اللي هي الانفرتبريتس، او اللي هي الحيوانات بقى فعلا، يعني حيوانات فعلا حقيقية، مش اشباح حيوانات بقى وكده، لا حيوانات بجد. الحيوانات ديت احنا مش هناخدها كلها، احنا هناخد بس الجزء الاول من الحيوانات اللي احنا بنسميه الانفرتبريتس. تمام. طيب فاحنا هندرس different invertebrate phyla. كلمة phyla يعني شعب، يعني شعب مختلفة من الكائنات اللي احنا بنقول عليها اللافقاريات، يعني أنواع مختلفة، يعني بمعنى أصح لحد ما نعرف في حتة متقدمة شوية من المنهج يعني ايه كلمة فايلم أو شعب. الانفرتبريتس دول حيوانات ما عندهاش فيرتبرال كولم، ما عندهاش عمود فقري، ولا بتكون عمود فقري في كل اللايف تايم بتاعها أو كل مدى حياتها، يعني عمرها ما بتعمل أبدا عمود فقري أبدا. طب اشمعنى الانفرتبريتس اللي احنا هندرسها دلوقتي؟ وهل الانفرتبريتس ديت كفاية ان احنا تعرفنا على جزء كبير من الحيوانات؟ اللي حقيقة من كل الكائنات اللي عايشة بتاعة الحيوانات وكده، اكتر من 90% من الحيوانات بيعدوا انفرتبريتس او كائنات لا فقاريات. يعني احنا يتهيأ لنا ان الكائنات اللي هي الفقاريات اللي هو شبهنا وشبه الاسد والنمر والزرافة والحمامة والبطريق والفيل والحاجات ديت كلها، يتهيأ لنا ان الحيوانات ديت كتيرة جدا وهي ديت اللي مكتسحة كوكب الارض وكده، ولكن في الحقيقة ده مش حاجة صحيحة ابدا. لا بالعكس، ده 90% من الكائنات اللي عايشة على كوكب الارض تعد من الكائنات اللي احنا بنقول عليها اللافقاريات، وأقل من 10% هم الكائنات اللي احنا بنقول عليهم فقاريات، اللي احنا بقى منهم أنا وكل الأمثلة ايه اللي احنا كنا قايلين عليها من شوية. تمام. طيب اللافقاريات دي مهمة في حاجة يعني عشان ندرسها؟ يعني انتي قلت لنا مثلا ان هي مثال عليها شبه الصرصار، هل في امثلة تانية؟ الجمبري مثلا، ده برضو يعتبر كائنات لا فقاريات، الجمبري احنا بناكله هو والعيلة بتاعته كلها، الكابوريا بقى والحاجات دي. تمام. الاخطبوط والسبيط، كل الكائنات ديت احنا بناكلها، تعتبر كائنات لا فقاريات احنا بناكلها. تمام. فهي مهمة جدا لان احنا بناكلها. طيب هل بس هي مهمة علشان احنا بناكلها ولا في اسباب اخرى؟ لا، قال لي في سبب مهم جدا 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 احنا بنهتم بالكائنات اللافقاريات عشان ايه السبب ده؟ الكائنات بتاعة اللافقاريات ديت زيها زينا بالظبط، احنا كنا اخدين مع بعض ان احنا لما بناكل الاكل، الاكل دوت بيبدأ ان هو يحصل له عملية كده اسمها عملية الميتابوليزم، او اللي هي اللي احنا كنا بنقول عليها الايض، او عملية التمثيل الغذائي، يعني الغذاء بيدخل جوه الجسم بتاعي يبدأ ان هو يتكسر وبعد كده يتحول لحاجات تانية، والحاجات التانية ديت بقى بتبدأ ان هي تطلع لي طاقة، وتبدأ الطاقة ديت تبني للجسم بتاعي، وهكذا بقى الكلام اللي احنا كنا قايلينه قبل كده، ان الميتابوليزم بيتكون من عمليتين اللي هم عملية البناء وعملية الهدم، او الانابوليزم والكاتابوليزم. تمام. طيب الكائنات اللافقاريات ديت زينا بالظبط برضو، هي برضو بتتغذى وبتاكل، صح؟ طيب ضمن الحاجات اللي بتطلع من التغذية، يعني عملية الغذاء دي أو عملية الميتابوليزم ديت، بتطلع نواتج. النواتج بتاعة الميتابوليزم إحنا بنسميها ميتابولايتس، يبقى كلمة ميتابولايتس اللي هي النواتج بتاعة العملية بتاعة الميتابوليزم. مالها بقى الميتابولايتس دي؟ في ميتابولايتس أنا بقول عليها برايمري ميتابولايتس، يعني نواتج أساسية، ماشي، شبه مثلا اما احنا كنا بنطلع الاي تي بي كده من الاكل، اللي هي الطاقه اللي احنا بقى بناخدها علشان نتحرك ونروح وبنيجي والكلام ده كله. وفي شويه حاجات ثانويه بتطلع جنب البرايمري ميتابولايتس، بسميها سكندري ميتابولايتس، يعني نواتج برضك من عمليه الميتابوليزم وكده، بس النواتج ديت ايه، ما هيش حاجه اساسيه، يعني حاجة كده بتطلع جنب الحاجات الأساسية، فاحنا بنسميها secondary metabolites. مالها بقى secondary metabolites؟ قال لي secondary metabolites في الكائنات اللي احنا بنقول عليها الانفرتبريتس أو اللي هي اللافقاريات، بتبقى حاجات مهمة جدا جدا جدا. السكندري ميتابولايتس ديت بتبقى عبارة عن شوية ايه،
يعني احنا نقدر نقول عليها كده ايه، كيميكال كومباوندز يعني، ولكنها كيميكال كومباوندز طبيعية لان هي طالعة من جسم كائن حي اللي هما الانفرتبريتس. بيستخدموا في ايه بقى؟ قال لي الميتابولايتس اللي بتطلع من كائنات الانفرتبريتس ديت هي عبارة عن مواد طبيعية. المواد الطبيعية ديت لقوا ان هي effective يعني مهمة جدا وضرورية جدا ومؤثرة جدا، كإيه؟ كأنها بالظبط بتشتغل كأنها دواء. دواء ضد ايه بقى؟ قال لي دواء ضد الكانسر يعني تعتبر مادة انتي كانسر، دواء ضد الالتهاب فتعتبر مواد انتي انفلاماتوري، دواء ضد البكتيريا يعني ممكن مثلا ناخدها ونبدأ ان احنا نحطها في كائنات تانية مصابة مثلا ببكتيريا او كده، نديها مثلا لكائن بقى من الكائنات الكبيرة اللي هو مثلا شبه الانسان او حاجة من الحيوانات المتقدمة، يبدأ ان هو يعالجه من الكانسر، يبدأ ان هو يعالجه من الانفلاميشن او الالتهاب، يبدأ ان هو يعالجه ضد البكتيريا، تمام، يشتغل كأنه بالظبط كده انتي بايوتيك يعني كلمة انتي بكتيريال هي هي انتي بايوتيك، تمام، انتي كانسر هي هي انتي تيومر كلمة تيومر يعني يعني ورم، تمام، فهي بتشتغل ضد الكانسر وضد الاورام، ضد الالتهابات، ضد الفطريات، تمام، ضد الفيروسات، يعني معنى اصح كده السكندري ميتابولايتس ديت مهمة جدا جدا في الحياة بتاعة الانسان. فالانسان اكتشف ان الانفرتبريتس مش مجرد حاجة كده عايشة معانا كده وخلاص، لا دي حاجة فعلا ليها اهمية كبيرة. السكندري ميتابولايتس بتاعتها مهمة جدا علشان بيطلع منها الحاجات اللي احنا نقدر نعتبرها ادوية طبيعية. طبعا الادوية الطبيعية ديت مفيدة أحسن بكتير قوي من الأدوية المصنعة. ليه؟ لأن هي بتبقى طالعة من الجسم، فالجسم بتاعنا ما بيتحسس أو ما بيديش رد فعل سيء تجاهها. كمان هي ما بيكونش ليها سايد افكت يعني ما بيكونش ليها آثار جانبية شبه اللي هما اللي احنا بنقول عليهم الفارماسيوتيكال دراجز أو اللي هي الأدوية اللي هي المصنعة، الأدوية اللي هي السينسيتك اللي هو الإنسان بيبقى عاملها تماما في المعامل. الأدوية دي دايما بيكون ليها سايد إفكت أو دايما بيكون ليها أضرار جانبية آثار جانبية، لكن الناتشرال برودكت اللي طالعة من جسم كائن حي تاني وأنا باخدها علشان أحقنها أو أكلها أو أديها لكائن حي آخر ديت ما بتعملش أي مشاكل خالص. فعلشان كده الانفرتبريتس ديت اللي هي بتمثل 90% من الحيوانات اللي عايشة على كوكب الأرض تعتبر حاجة مهمة جدا، تمام؟ طيب طبعا لو احنا جينا نسأل الناس وكده اللي هو هل انتوا بتاكلوا انفرتبريتس، فالناس اصلا هتبص تقولك يعني لأ انا مش باكل اكيد انفرتبريتس وكده، لكن انت لو جيت تسأله هل انت بتاكل جمبري، هل انت بتاكل صبيط، هل انت بتاكل كاليماري والحاجات ديت كلها، هيقول لك اه طبعا انا باكلهم بحبهم جدا، وهو ما يعرفش ان الكائنات اللي انا قلتها دي تعتبر حاجة جزء من الانفرتبريتس. لذلك الانفرتبريتس مهمة جدا جدا جدا، فهم دول الحاجتين اللي احنا هندرسهم في الكورس بتاعنا الترم ده. طيب احنا واحنا بنبدأ فوق كده انا قلت لكم ان احنا بناخد حاجة اسمها سيستماتيك تاكسونومي كلاسيفيكيشن، يعني احنا بنعمل تصنيف او ترتيب للحيوانات. طيب انا بقى عايز افهم يعني ايه كلمة تصنيف او ترتيب للحيوانات. هديكم مثال سهل قوي يعني حاجة بس كده بسيطة عشان نفهم بيها معنى الكلمة، وبعد كده احنا بقى هنطبق ده بشكل طبعا اصعب واوسع واكبر بكتير قوي على الحيوانات اللي موجودة عندنا في المنهج. عندنا هنا كده البوكس ده كده فيه كور بيتلعب بيها، تمام، لو انا جبت حد وقلت له صنف لي الكور دي، يعني ايه صنفها لي؟ يعني قسمها لي المجموعات. ممكن الشخص يفكر في ايه؟ هو ممكن يفكر ان الكور دي كلها شبه بعض مثلا، الفرق الوحيد بينهم هو اللون، فانا ممكن اقسمهم لمجموعات كل مجموعة فيها كور من لون واحد. دي كده الحاجة اللي هو عقله ممكن ان هو يفكر فيها. الكلام اللي انا قلته ده هو ده التصنيف. يبقى التصنيف هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة ان انا بجيب جروب كبير، الجروب الكبير دوت بيشترك في حاجة واحدة، الحاجة الواحدة اللي الجروب ده بيشترك فيها ان هما كلهم عبارة عن لعب، لعب محطوطة جوه صندوق. وبعد كده ببدأ ان انا اقسمهم لمجموعات اصغر، المجموعات الاصغر دي كل مجموعة واحدة منهم بتشترك في صفة، ان المجموعة ديت مثلا كلها لونها لون واحد اللي هو اللون الموف، المجموعة اللي تحتها كلها لونها لون واحد اللي هو اللون الاحمر. ده كده
هو اللي انا قلته ده هو دوت التصنيف بشكل سيمبل جدا. لو احنا جينا خدنا نفس الكلام دوت ماشي، بس بدأنا مثلا ايه، جبنا لعبة تانية شبه اللعبة اللي هي موجودة هنا دي، وبعد كده قلت لحد يصنفها لي. ممكن الشخص ده يفكر بكذا طريقة. ايه الكذا طريقة اللي هو ممكن يفكر فيهم؟ ممكن يقول لي انا ممكن احط الحاجات اللي هي بلون واحد مع بعض، فهيبدأ ان هو يجمع الحاجات مثلا اللي هي لونها اصفر سوا، الحاجات اللي لونها احمر سوا، الحاجات اللي لونها ازرق سوا، ويحطهم لي مع بعض. ممكن حد تاني يفكر في طريقة تانية، يقول لا انا هجمع الشكل الواحد مع بعض، الحاجات اللي على شكل مربع انا هحطها سوا حتى لو هي لونها مش واحد، الحاجات اللي على شكل دوائر انا هحطها سوا حتى لو هي لونها مش واحد، وهكذا. تمام. طيب الحاجة التالتة ايه؟ الحاجة التالتة انا ممكن شخص يقول لي لا انا هجمع بقى ما بين الاتنين، انا الحاجات اللي ليها نفس اللون ونفس الشكل هحطها مع بعض، هقسمها مع بعض. تمام. طيب ايه بقى الفكرة في اللي هو المثال التاني اللي انا قلته ده؟ يختلف ايه يعني عن المثال الاولاني؟ ما يختلفش في اي حاجة، غير ان انا بوضح لكم ان التقسيم يعني ان انا اخد الحاجة الاساسية وابدأ ان انا اقسمها. التقسيم دوت بيكون ممكن على كذا معيار او على كذا طريقة، مش شرط كله طريقة واحدة. يعني هنا قسمت على اساس اللون، هنا قسمت على اساس الشكل، هنا قسمت على اساس الشكل واللون مع بعض، الاتنين مع بعض. معنى كده ايه؟ معنى كده ان العلماء وهم جايين علشان يعملوا التصنيف، كل عالم بيعمل التصنيف من وجهة نظره بتقسيمة مختلفة عن العالم التاني. ده مثلا واحد قرر ان هو يقسم على اساس اللون، ده واحد قرر ان هو يقسم على اساس الشكل، وده واحد قرر ان هو يقسم على اساس الاتنين. تمام. طيب يبقى التصنيف، العملية بتاعة التصنيف ديت بتعتمد على حاجة اسمها كرايتيريا او معايير. يعني وانا بصنف، يعني بقسم بيني وبين قوسين كده في دماغي كده، بقسم الحاجة لمجموعات، بقسمها على اساس ايه؟ على اساس معايير. المعايير بقى ديت مختلفة، انا اللي بحطها براحتي، انا اللي بقرر المعيار دوت يبقى ايه. ماشي. هنا مثلا قررت ان هو على اساس اللون، هنا على اساس الشكل، هنا على اساس الاتنين. تمام. طيب يبقى من الاخر كده، لو انا عندي جروب من الحيوانات ماشي، ده مثلا الحاجة اللي احنا هناخدها في المنهج، بس طبعا مش بالشكل السيمبل ده، بس برضو عشان دي بداية بس عشان نفهم يعني ايه تصنيف. لو انا عندي هواتي جروب من الحيوانات، جروب الحيوانات اللي موجود مثلا على كوكب الارض مثلا كله، الجروب دوت انا هبدأ ان انا اقسمه كده لمجموعتين اللي احنا كنا قايلين عليهم فيرتبريت وانفيرتبريت. الجروب بتاع الحيوانات ده ايه اللي بيميزه؟ يعني ايه الحاجة المشتركة ما بين الفيرتبريت والانفيرتبريت اللي خلتنا اقول ان دول كلهم حيوانات، كلهم كانوا محطوطين جوه البوكس ده، كأن البوكس ده هو كوكب الأرض واحنا حاطين فيه الحيوانات اللي هي الفقاريات مع اللافقاريات. ايه المشترك ما بين كل الحيوانات مع بعض؟ قال لي المشترك ما بين كل الحيوانات مع بعض ان هم كلهم مثلا بيبقوا هيتروتروفيك، يعني ما بيعرفوش يصنعوا الغذاء بتاعهم بنفسهم. كل الحيوانات برضو بتشترك في صفة تانية، ان كل الحيوانات بتتحرك، مفيش اي حيوان ما بيتحركش، كل الحيوانات بتتحرك. تمام. فدول كده صفاتين اساسيين موجودين جوه مين؟ جوه الانيمال جروب او جوه الحيوانات اللي هي عايشة على كوكب الارض. عشان كده انا جمعتهم مع بعض وحطيتهم ايه في مملكة لوحدهم اللي هم انيماليا اللي هي الحيوانات. طيب وبعد كده؟ قال لي بعد كده انا لقيت ان الحيوانات دي عددها كبير قوي. ماشي. لو مثلا العدد دوت هناخده بالبرسنتج، يعني اللي هي مثلا 100% او كده، لو هم 100% من الحيوانات اللي موجودة، احنا لسه قايلين فوق ان اللافقاريات بتمثل 90% من الحيوانات، والفقاريات او الفيرتبريت بتمثل 10% الباقيين. تمام. طيب انا قسمتهم بقى الفقاريات ولافقاريات على اساس ايه؟ على اساس السكيلتون بتاعهم، الهيكل بتاعهم. دول عندهم حاجة اسمها اندوسكيلتون، ودول كده عندهم حاجة اسمها اكزوسكيلتون، او دول عندهم عمود فقري ودول ما عندهمش عمود فقري. تمام. فدايما دايما الصندوق الكبير ده بيكون ليه صفة، الصفة ديت انا بقول عليها صفة جنرال. ماشي. صفة ايه؟ جنرال يعني صفة اساسية، يعني كل الحيوانات سواء اللي هنا او اللي هنا بيتميزوا ان هم بيشتركوا مع بعض في صفات اساسية خلتهم اقول عليهم ان هم حيوانات. ايه الصفة الاساسية دي؟ الجنرال دي ان هم هيتروتروفيك مثلا، وان هم بيعملوا موفمنت، بيتحركوا. تمام. طيب وبعد كده؟ قال لي بعد كده، بعد كده انا هبدأ ان انا اقسمهم لمجموعتين كده، كل مجموعة ليها صفة انا بقول عليها صفة سبيسيفيك، يعني صفة خاصة خاصة بيها هي. يعني دول مثلا كل الفيرتبريت دول الصفة الخاصة بيهم ان هم عندهم عمود فقري.
كل الانفرتبريت الصفة الخاصة بيهم ان هما ما عندهمش عمود فقري، تمام؟ فده كده اللي بيحصل في التصنيف، ان انا بيبقى عندي حاجة جنرال، حاجة عامة، وبعد كده ببدأ ان انا اقسمها على اساس اسس او معايير. يعني هنا كده كان المعيار اللي انا قسمته على اساسه اللون، هنا مثلا كان المعيار اللي انا كنت مقسمه على اساسه الشكل او الاتنين مع بعض، هنا مثلا المعيار اللي انا قسمت على اساسه هو السكيلتون، الهيكل بتاع الكائنات اللي موجودة هنا، ماشي؟ تمام. فدايما انا بيبقى عندي حاجة كبيرة وابدأ اقسمها لمجموعات اصغر على اساس حاجة، السهم اللي انا منزلاه علشان اقسمه لاتنين ده لازم احط عليه سبب، انا بقسمك لاتنين ليه دلوقتي؟ علشان في حاجة اختلفت. ايه الحاجة اللي اختلفت دي؟ هي دي اللي انا بحطها على السهم، الحاجة مثلا اللي اختلفت هنا هي السكيلتون، تمام؟ طيب هنلاحظ ايه كمان؟ هنلاحظ ان عدد الحيوانات اللي موجودة عند الصفة الجنرال كبير، هو 100% من الحيوانات، لكن لما ابدأ ان انا اقسمها لجروبات طبيعي طبعا العدد يقل، هنا مثلا بقوا 90% بس وهنا بقوا 10%، تمام؟ فايه اللي بيحصل للنمبر اوف اورجانيزمز اثناء ما انا بقسم؟ العدد بتاع الحيوانات بيقل، كل ما انا بنزل تقسيمات كده العدد بيقل. ده انا لسه كمان لسه همسك الانفرتبريت دي واقسمها تاني لكل المجموعات دي، والفرتبريت دي همسكها واقسمها تاني لكل المجموعات دي، تمام؟ فطول الوقت طول ما انا عماله اقسم كده افصص في الصفات كده، يبقى انا كده بقلل عدد الحيوانات بتاعتي وببعد عن الصفه الجنرال وبقرب لصفه جديده. الصفه ديت انا بقول عليها صفه سبيسيفيك، يعني صفه محدده خاصه بالكائن ده بالذات، تمام؟ ماشي. ده كده التصنيف بوجه عام. احنا بقى دلوقتي هنشوف العلماء وهم بيصنفوا الكائنات اللي عايشه على كوكب الارض صنفوها ازاي، تمام؟ دي كده كلها بس مقدمة عشان نفهم يعني ايه تصنيف، ونفهم ان التصنيف دوت بيبقى بناء على معايير، مش حاجة اي كلام كده، مش واحد صحى من النوم قرر ان هو يقسمهم لأي تقسيمة وخلاص، لا ده بيبقى على اساس معايير، معايير وحاجات مهمة، وان الجروب الاساسي بتاعي بيبقى عنده صفة جنرال، وكل ما انا اقسم وانزل لتحت كل ما العدد بتاع الحيوانات بيقل، لان انا كان عندي بوكس فيه 100، ال100 دول انا قسمتهم ل90 و10، بعد كده ال90 دول انا هبدا ان انا اقسمهم تاني، ال10 اللي موجودين هنا هبدا ان انا اقسمهم تاني، كل مره بقسم بقسم على اساس صفه جديده، حاجه جديده موجوده عندي، ماشي؟ الحاجه الجديده اللي موجوده عندي ديت بتبقى بقول عليها صفه ايه سبيسيفيك، يعني صفه خاصه بالكائن، لحد بقى ما اوصل ان انا كل كائن ابقى حاطاه لوحده ليه صفات لوحده، تمام يا حبايبي؟ طيب دلوقتي بقى هنبدأ كده مع بعض نفتكر كده حاجة صغنونة برضو من الترم برضو الأولاني وكده، إن كل حيوان من الحيوانات اللي عايشة على كوكب الأرض وكده بيكون ليه اسم common، اسم شائع، يعني كل الناس عارفاه، اللي درس واللي ما درس، وبيكون ليه اسم علمي scientific name. الساينتفك نيم دوت أنا بقول عليه حاجة كده اسمها binomial nomenclature. كلمة nomenclature يعني تسمية، وكلمة باينوميال أما أنا أجي شوفوا أنا أسمها لكم إزاي، كلمة باي يعني اتنين، باي داي يعني اتنين، ونوميال جاية من نيم يعني تسمية ثنائية، يعني اسم ثنائي، اسم متكون من مقطعين. يبقى الاسم العلمي بتاع أي كائن من الكائنات اللي عايشة على كوكب الأرض بيتكون من مقطعين، الاسم العلمي اللي هي العلماء بس عارفينه أو الناس الدارسة بس عارفاه، وفي نفس الوقت الكائن بيكون ليه اسم اخر، اسم كومن، اسم شائع، الناس كلها ايه دي بقى عارفاه من غير ما تدرس ولا حاجه، تمام؟ يعني على سبيل المثال كنا احنا اخدنا الترم الاول التود اللي احنا كنا بنشرحها، الضفدع اللي احنا كنا بنشرحها دي، التود ده كومن نيم احنا عارفينه بالانجلش حتى من واحنا في كي جي كده، واحنا بناخد كلمه تود ديت اللي هي معناها ضفدع يعني، تمام؟ ده كده اي واحد في الشارع وانت ماشي ماسك الضفدعه دي في ايدك هتقول له ديت ايه؟ هيقول لك دي ضفدعه، تمام؟ كل الناس عارفه ان دي ضفدعه، ده كده الاسم الكومن. لكن احنا كنا اخدين ان الضفدعه ديت بيكون ليها اسم علمي، اسم علمي العلماء بس اللي عارفينه. الاسم العلمي دوت كان بيتكون من مقطعين، كنا احنا بنسميها بوفو ريجولاريس، مقطع كده اولاني ومقطع تاني، دوت كده الاسم العلمي. الاسم ده محدش يعرفه غير العلماء او الناس اللي دارسه بس، تمام؟ الاسم دوت احنا بنقول عليه اسم لاتيني باللغة اللاتينية اللي هي لغة العلم يعني. طيب عندنا مثلا حاجة تانية، مثال تاني، البلطي، السمكة بتاعة البلطي، كل الناس عارفة اما تمسك سمكة بلطي في ايدك كده هيقولك ديت سمكة بلطي، لكن هل دوت كده الاسم العلمي بتاع البلطي؟ لا، الاسم العلمي بتاع البلطي هو ده اوريوكرومس نيلوتيكس،
تمام؟ فهو ليها اسم تاني خالص غير الاسم الشائع اللي هي الناس كلها عارفاه ده، ماشي؟ الإنسان، الإنسان، الإنسان احنا بنقول عليه human، human بالإنجليش، صح؟ طيب هل هو اسمه human بلغة العلم وكده؟ لا، بلغة العلم اسمه homo sapien، homo sapien. homo sapien ديت معناها الإنسان العاقل، كلمة homo يعني إنسان وsapien يعني عاقل، ماشي؟ اللي هو احنا يعني، الإنسان اللي هو عنده عقل، تمام؟ طيب الاسم العلمي دوت يا شباب بقى بيتكتب ازاي؟ قال لي والله ليه طريقتين في الكتابة، اسم أي كائن اللي هو الاسم العلمي اللي هو بيتكون من مقطعين ده ليه طريقتين في الكتابة. والله لو أنا بكتب على الكمبيوتر دايما بروح عاملاه باللي هو الإيتاليك، يعني بتبقى المقطع الأولاني كده هو والمقطع التاني، وأروح إيه جاية من اللي هي بتاعت هوم ديت وأختار إن هو يبقى إيتاليك. لو انا عندي مقاله طويله عريضه مثلا علماء كاتبينها او كده، والمقاله ديت كلها مكتوبه كلام عادي ولكن فيها شويه كلام بالايتاليك اللي هو الكلام المايل ده، المايل ده يبقى على طول اعرف ان الكلمات ديت اسامي كائنات، اسامي علميه، ماشي؟ طيب لو احنا بقى بنكتب بايدينا، يعني انا بكتب بايدي بقى مش على كمبيوتر ولا حاجه، احنا ايدينا كده كده بتبقى مهزوزه في الكتابه، فما ينفعش ان انا اعتمد على حوار ان هو يبقى ايتاليك او مايل ده. الشخص اللي بيقرا الكتابه بتاعتي مش شرط ان هو يفهم ده، لان ممكن ايدي اصلا تكون هي اوريدي مايله وهي بتكتب. فبالتالي واحنا جايين نعمل هاند ريتن، ان احنا نكتب اسم علمي وكده واحنا جايين نكتبه، بنبدا ان احنا نعمل ايه، نحط خط تحت الكلمه الاولانيه وخط تاني تحت الكلمه التانيه. فما يجي حد يقرا حاجه انا كاتباها ويبدا ان هو يلاقي كلام كتير كتير، لكن في حاجات كده انا حاطه تحتها خط كده وخط، كلمتين انا حاطه خط تحت الكلمه الاولانيه وخط تحت الكلمه التانيه، هيعرف على طول ان دوت اسم علمي، ان دوت اسم كائن، اسم علمي بتاع كائن انا كاتباه، تمام؟ فاحنا كده عرفنا ان الاسم العلمي بيتكون من مقطعين، والمقطعين دول يا اما بيتكتبوا ايتاليك على الكمبيوتر، يا اما لو احنا بنكتب بايدينا على بيبر مثلا او كده، هنبدا ان احنا اول كلمه نحط تحتها خط وتاني كلمه هي كمان نحط تحتها خط. فهي دي كده كلمة هومو سيبيان اللي هي الإنسان العاقل، معناها كده الإنسان العاقل. ناخد بالنا كمان إن الاسم العلمي ده أول حرف من أول مقطع بيبقى كابيتال، وأول حرف من المقطع التاني بيبقى سمول، ماشي؟ دي حاجة ضرورية ضرورية، دي أساسيات كتابة الأسماء العلمية. طيب هو الاسم العلمي ده يعني المقطعين دول يعني اللي هما بيعبروا عن إيه؟ يعني الباينوميال نومنكليتشر ده او اللي هو التسميه الثنائيه دي بتعبر عن ايه، يعني الكلمه الاولانيه ديت تعتبر ايه والكلمه التانية ديت تعتبر ايه. قال لي والله الكلمه الاولانيه ديت احنا بنقول عليها جينس، جينس يعني ايه، جينس يعني جنس، يعني الجنس بتاع الكائن. هنا مثلا الجنس بتاعنا احنا بنقول عليه جنس الانسان. طيب وبعد كده السبيشيز، قال لي السبيشيز ديت هي النوع، ان الاجناس يعني مثلا جنس الانسان دوت بيكون ليه كذا نوع، منهم الانسان العاقل اللي هو موجود دلوقتي اللي هو احنا، ماشي؟ فديت كده السبيشيز اللي هو النوع بتاعنا، النوع بتاعنا ان احنا عاقلين، ان احنا انسان عاقل، ماشي؟ الضفدعة، في ضفدعات بيبقى اسمها بوفو كتير خالص، اللي احنا مثلا درسناها عندنا في الكلية اللي هي في مصر دي كان اسمها ريجولاريس، نوعها ريجولاريس. لكن هل في انواع اخرى للبوفو؟ اه في انواع تانية للبوفو، يعني بوفو ديت ليها كذا نوع، فالجنس بتاع الضفدع اللي هو اسمه بوفو دوت ليه انواع كتير، ماشي؟ طيب فاحنا كده فهمنا ان التسمية الثنائية ديت يبقى المقطع الاولاني منها بيبقى الجنس بتاع الكائن، والمقطع التاني بيبقى النوع بتاع الكائن. احيانا الجنس بيبقى ليه كذا نوع، علشان كده هي بتبقى تسمية اللي هي الثنائية دي، ان انا بحدد نوع الجنس اللي انا ايه بتكلم عنه، زي هنا مثلا الإنسان العاقل، أو هنا مثلا نوع الضفدعة اللي هي البوفو كان النوع بتاعها اللي هو الريجولارس، تمام؟ طيب احنا كده فهمنا الباينوميال نومنكليتشر أو اللي هو الاسم العلمي للكائن. طيب أنا دلوقتي كنت قلت لكم إن احنا أخدنا الحيوانات اللي هي يعني بتبقى مثلا موجودة في المملكة الحيوانية، وبعد كده هنبدأ إن احنا نقسمها، وكل تقسيمة هيبقى تحتها تقسيمة تانية وهكذا. طيب إيه أسامي بقى المستويات بتاعة التقسيمات دي؟ يعني إحنا مثلا لو بدأنا بكلمة kingdom اللي هي مملكة، ماشي؟
ايه بقى المستويات اللي تحت المملكة اللي احنا هنفضل نقسم على اساسها؟ قال لي والله انا عندي مثلث كده جميل جدا، شايفين المثلث ده؟ مثلث مقلوب كده، هرم مقلوب. الهرم دوت بيعبر عن ايه؟ عن مستويات التصنيف بتاعة الكائنات الحية عموما اللي موجودة على الكوكب كلها. تمام، الهرم دوت اما احنا نيجي نعد السلالم بتاعته هنلاقي ان هما بيتكونوا من 8 سلمات، ماشي، او بمعنى اصح يعني من اول السلمة التانية اللي هي كينجدوم لحد السلمة الأخيرة اللي هي كلمة سبيشيز، دول كده بيبقوا 7 سلالم، 7 مستويات من التصنيف. طيب يا ترى ليه المستوى بتاع التصنيف بادئ القاعدة كده بتاعة المثلث كأنها مقلوبة كده؟ يعني الحتة اللي فوق ديت الحتة العريضة، وبعد كده طول ما احنا نازلين المثلث عمال يرفع يرفع. ليه؟ لأن أنا قلت لكم واحنا بنصنف الكائنات دايما ببدأ بعدد كائنات كبير، وبعد كده بسبب إن أنا كل شوية بقعد أقسمهم فالعدد بيبدأ يصغر 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 وهكذا. فالمثلث ده مش مجرد بس مستويات التصنيف بتاعة الكائنات، لا ده كمان معبر ان انا ببدأ بالكائنات كلها، وبعد كده بسبب ان انا بقعد افصصهم لمجموعات فكل شوية الاعداد بتاعتهم ايه؟ عمالة تقل. طيب ايه بقى المستويات بتاعة التصنيف دي؟ ده كده اللي هي الترجمة بتاعتهم بالعربي، احنا مش هنبقى محتاجينها قوي يعني الحقيقة، احنا هنركز على اللي هو بالانجليش ده بس علشان لو حد حابب ان هو يشوفها. اول حاجة احنا بنبدأ بيها، بنبدأ بحاجة اسمها الدومين. الدومين دوت هو النطاق الكبير بتاع الكائنات، هناخد بعد شوية امثلة على الكلام ده. بعد الدومين دوت بنبدأ ان احنا ندخل في حاجة اسمها كينجدوم او المملكة، شبه مثلا المملكة الحيوانية او النباتية او المملكة بتاعة البروتيستا اللي احنا هنبدأ بيها المنهج بتاعنا. بعد الكينجدوم دي بتبدأ إن هي تتقسم لمجموعة من الفايلة اللي المفرد بتاعها فايلم، ماشي، فايلم ديت اللي هي معناها شعبة، شعب أو قبائل. وبعد كده الشعبة الواحدة بنبدأ إن احنا نقسمها لكذا كلاس، وبعد كده الكلاس الواحد بنبدأ إن احنا نقسمه لكذا أوردر، ماشي، كلمة كلاس يعني صف، وبعد كده أوردر يعني رتبة. بعد كده الأوردر دوت بنبدأ إن احنا نقسمه لعائلات، بنقول على الواحدة منهم فاميلي، وبعد كده الفاميلي الواحدة بنبدأ إن احنا نقسمها لأجناس اللي هي جينس، وبعد كده الجينس دوت بيبقى فيه كذا سبيشيز كذا نوع، فديت كده بتعتبر إيه آخر خطوة من الخطوات اللي هي بتاعة المستوى بتاع التصنيف. يبقى احنا بنبدأ بدومين وبننتهي بيه سبيشيز. مش شرط دلوقتي ان انتوا تحفظوا اللي هي الترتيب بتاع المثلث ده، هو ليه طريقة سهلة جدا علشان تحفظ بيها هبقولها لكم. تمام، فاحنا بنبدأ المهم بالدومين وبننتهي بيه سبيشيز. هنلاحظ ان اخر اتنين اللي هم الجينس والسبيشيز هم دول اصلا اللي كانوا بيعملوا لي الباينوميال نومنكليتشر، او اللي هو التسمية الثنائية بتاعة الكائن اللي هي بتتكون من جينس وسبيشيز، اللي هم اخر سلمتين في المستوى بتاع التصنيف. تمام، دول آخر سلمتين في المستوى بتاع التصنيف زي ما اتفقنا مع بعض. الحاجة اللي فوق دايما بيبقى عندها صفة جنرال، كل الكائنات اللي فيها مشتركين فيها مع بعض. وبعد كده بنبدأ ان احنا كل لما بننزل لتحت في السلالم ديت كل لما العدد بتاع الأورجانيزمز بيقل، وكذلك كل لما السبيسيفيتي بتزيد. يعني ايه السبيسيفيتي؟ يعني الصفة الخاصة بالكائن بتزيد، ماشي، شبه ما احنا عملنا هنا فوق كده. اما احنا جينا نقسم ديت كده المجموعتين، ماشي، المجموعتين دول كلهم بيتميزوا بصفة غير الصفة اللي موجودة عند المجموعة دي. فاحنا كل لما بننزل تحت كده في مستويات التصنيف، كل لما بنقسم يعني بمعنى اصح، كل لما عدد الاورجانيزمز بيقل في التقسيمة، وكل لما السبيسيفيتي يعني الصفة المميزة للكائن بالذات اللي هي بتختلف من كائن لكائن بتزيد، عكس خالص الحاجة اللي احنا بنبدأ فيها من فوق اللي هما بيكون ليهم صفة جنرال شبه ما احنا اخدنا كده من شوية. اما نيجي بقى دلوقتي ناخد التعريف بتاع كلمة species اللي هي الانواع، اللي هي اخر سلمة من السلالم اللي هي بتاعة التصنيف، مستويات التصنيف. ال species او الانواع ديت هي تعتبر الوحدة بتاعة التصنيف، ماشي، لان هي دي اصغر حاجة موجودة هنا، خلاص خلاص دي اكتر حاجة متخصصة، يبقى هي ديت ال smallest وال basic unit of classification، هي ديت الطوبة بتاعة المبنى بتاع التصنيف. كأن دوت كده لو هي متكونة من 1000 طوبة فديت كده تعتبر طوبة واحدة بس، كأن هي ديت اللي احنا بنقول عليها ال basic unit، الوحدة الأساسية للتصنيف. وال species او الأنواع ديت هي ال most specific، خلاص
يعني هي ديت كده اكتر حاجة متخصصة، اكتر حاجة فصلنا الصفات بتاعتها عن كل اللي قبلها، ماشي؟ دي اكتر حاجة بعيدة عن الجنرال اللي كان موجود فوق. السبيشيز، الانواع المختلفة اللي بتكون تحت نفس الجينس، يعني دوت كده الجنس، الجنس دوت كده اللي هو كان تحتيه مثلا الانسان. انا قلت لكم احنا مثلا بيبقى اسمنا هومو سيبيان اللي هو الانسان العاقل، كلمة هومو كانت تبع الجينس وكلمة سيبيان كانت تبع السبيشيز، تمام؟ هل في انسان مش عاقل؟ يعني هل في انواع اخرى من الانسان؟ اه، في انواع تانية من الانسان، ماشي؟ طيب الانواع التانية دي اللي هي السبيشيز المختلفة من الانسان، اللي هي منهم مثلا الانسان العاقل اللي هو احنا، وفي انواع اخرى من الانسان، هل الحاجات ديت بينها فروقات كبيرة؟ لا، مفيش بينها فروقات كبيرة، بينها فروقات صغيرة خالص. لكن احنا كل لما بنيجي نطلع في السلم بتاع التصنيف لفوق، يعني كل لما بنطلع لمستوى اعلى، كل لما الفروقات ما بين التقسيمة بتاعة الكائنات بلاقيها كبيرة قوي. يعني مثلا على سبيل المثال الفايلم بتاع مثلا اللي هي الكينجدم انيماليا بتنقسم مثلا لاتنين فايلم على سبيل المثال، واحد منهم خاص بالكائنات اللي هم الفيرتبريتس، والتاني خاص بالكائنات اللي هم الانفيرتبريتس اللي هم كانوا موجودين هنا دول. هل دولت بينهم فروقات صغيرة؟ لا، ده دول بينهم فروقات كبيرة جدا جدا، يعني ده يعني تقريبا يكاد تكون الحاجة اللي بتجمعهم ان هم بس عشان هم تحت الانيمال، تحت كينجدم انيمالي، عشان هم هيتروتروفيك وكلهم بيتحركوا، لكن دول في فروقات شاسعة ما بينهم وما بين الكائنات دي في كل حاجة، في التركيب بتاع الجسم وفي المكان بتاع المعيشة وفي كل حاجة بينهم فروقات كبيرة قوي قوي قوي، تمام؟ فبالتالي السلالم اللي فوق ديت اما احنا بنيجي نقسمها لحاجتين او اكتر بيبقى الحاجات ديت بينها فروقات كبيرة. لكن السبيشيز اللي هي الانواع اللي هي بتبقى موجودة هنا ديت اللي هي بتبقى تحت نفس الجينس، لا دولت بيبقى بينهم فروقات صغنونة خالص، ماشي؟ يبقى السبيشيز هي السمولست والبيزك يونت اوف كلاسيفيكيشن، وهي ديت اللي احنا بنقول عليها ان هي موست سبيسيفيك، والسبيشيز بيبقى بينها فروقات صغيره قوي قوي قوي. لكن كل ما احنا بنطلع لفوق، شبه مثلا واحنا طالعين مثلا عند الفايلا، عند الشعب اللي هي بتبقى تحت المملكه، ماشي؟ الشعب ديت لا، ده بيبقى بينها يعني فروقات كبيره قوي، يعني دول differ greatly يعني، ماشي؟ ايه اهميه التصنيف؟ يعني احنا ليه بنصنف الكائنات؟ يعني عندي اسباب طبعا كتيره جدا بسببها ببدا ان انا اصنف الكائنات. اول حاجه ان انا ما ينفعش ان انا ادرس كائن واحد او كائنين مثلا اللي هما موجودين عموما ضمن كل الكائنات اللي حوالينا دول، واقول ان هما دول خلاص دول كفايه بالنسبه لي علشان انا اعرف اللي هي الصفات اللي هي الحيويه او الصفات عموما الخاصه بالكائنات اللي عايشه. لا، ما ينفعش، انا لازم ادرس كائنات كتيرة قوي علشان اقدر اعرف الصفات بتاعت كل الكائنات اللي عايشة على كوكب الارض. ما ينفعش ان انا ادرس كائن واحد او اتنين واقول ان هما دول اللي بيمثلوا لي الكوكب كله، علشان في اختلافات ما بين الكائنات، فانا ما ينفعش ان انا اتجاهل الاختلافات دي. فالاختلافات ديت مين اللي بيرتبها لي؟ البيولوجيكال كلاسيفيكيشن. طيب الحاجة التانية، الحاجة التانية ان all kinds of organisms don't occur in one locality، يعني مش كلهم بيعيشوا في مكان واحد، مش كل الكائنات بتعيش في مكان واحد. في كائنات بتبقى عايشة على الأرض، في كائنات بتبقى عايشة في الجو، في كائنات بتبقى عايشة في المية، فأكيد الكائنات ديت كلها ما هي شبه بعض، بالعكس ده كل واحد عايش في مكان أكيد الجسم بتاعه والشكل بتاعه والحياة بتاعته مختلفة خالص عن الكائن اللي موجود في مكان تاني. فاحنا محتاجين إن احنا ندرس كائنات كتير علشان نعرف الحياة بتاعة الكائنات دي عاملة ازاي والصفات بتاعتهم عاملة ازاي، لأن هم مش كلهم بيعيشوا في وان لوكاليتي، أو مش كلهم بيعيشوا في مكان واحد، لا ده بالعكس ده بيعيشوا في بيئات مختلفة. حتى الحاجة اللي بتعيش مثلا على الأرض مش كلهم عايشين على أرض واحدة، ده في شوية عايشين في أرض فيها جنينة، وفي شوية عايشين في أرض فيها صحراء، وهكذا، تمام؟ طيب الحاجة التالتة، الحاجة التالتة إن التصنيف دوت بيساعدني إن أنا أعرف الـ relationship between different groups of organisms، يعني هو بيخليني أعرف العلاقة ما بين الكائنات وبعضها. عندي أمثلة كتيرة قوي على العلاقات ما بين الكائنات الحية وبعضها. مثال مثلا أولاني، في علاقة كده احنا بنسميها علاقة تبادل منفعة، شبه العلاقة ما بين الإنسان والبكتيريا اللي بتعيش جوه الأمعاء بتاعته.
طيب هي البكتيريا بتعيش جوه الأمعاء بتاعتنا ليه؟ هي بتعيش جواها كأنها متخذها شيلتر كده، ده الهوم بتاعها، ده البيت بتاعها. طيب في مقابل إن هي عايشة جوايا، بتبدأ إن هي تطلع لي نوع من أنواع الفيتامين اللي الجسم بتاعي ما بيقدرش إن هو يطلعه وتديهولي، فبالتالي البكتيريا بتمدني بفيتامين أنا محتاجاه جسمي ما بيقدرش يصنعه، وأنا بمد البكتيريا بمكان معيشة علشان البكتيريا تقدر إن هي تعيش فيه، فإحنا كده بنبدل المنافع مع بعض. فدي كده واحدة من العلاقات مثلا اللي هي بتبقى ما بين الجروبز المختلفة من الأورجانيزمز. طيب في علاقات أخرى، طبعا في علاقات تانية كتير، في مثلا العلاقة ما بين الطفيليات والكائنات الأخرى. يعني إيه؟ يعني مثلا جاموسة ولا بقرة ولا حاجة بيكون عايش جوه الأمعاء بتاعتها ديدان، الديدان دي بتبدأ إن هي تسبب لها مثلا أمراض وتعمل لها نزيف وحاجات شبه كده. الديدان ديت بتضر البقرة اللي هي عايشة جواها، صح؟ هي تعتبر بارازايت، طفيل عليها، لكن البقرة ما بتستفادش أي حاجة خالص من الديدان، لأ بالعكس دي بتنضر منها. فدي كده علاقة كده إحنا بنقول عليها اللي هي علاقة بارازيتزم أو علاقة طفيليات. في بقى أنواع علاقات كتير قوي قوي ما بين الحيوانات، العلاقات ديت ما بتظهرش غير أما إحنا بندرس الحيوانات ونبدأ إن إحنا نشوف إيه العلاقات اللي ما بينها وما بين بعض. بنشوفها إزاي؟ عن طريق إن إحنا بنعرف الدورة بتاعة الحياة بتاعتها دي بتعيش إزاي، هل هي طول عمرها بتعيش كده لوحدها، ولا هل في مرحلة من المراحل بتاعة حياتها بتحب إن هي تروح وتتطفل على كائن تاني وتعيش فيه وهكذا، هل بتفيد كائن تاني، هل بيتبادلوا منفعة مع بعض. كل ديت كده تعتبر أمثلة للعلاقات ما بين different groups of organisms. طيب الحاجة اللي بعد كده، ان احنا عن طريق التصنيف ده بنبدأ ان احنا نعرف حاجة اسمها evolutionary relationship، يعني العلاقات التطورية ما بين الكائنات. ايه بقى العلاقات التطورية ما بين الكائنات دي؟ يعني في نظرية كده اللي احنا بنقول عليها يعني نظرية التطور، يعني طبعا دي كلها نظريات، يعني مش شرط ابدا ان هي تكون يعني حاجة حقيقية. النظريات دي بيضعها بعض العلماء، بتبقى حاجات شوية بعيدة عن الدين. يعني النظرية دي مثلا كانت بتقول ايه؟ النظرية دي بتقول ان الكوكب بتاع الارض اول ما نشأ، تمام، كان عليه كائنات بتاعت البكتيريا فقط، واحنا عارفين ان البكتيريا بتعتبر بروكاريوت. يعني ايه بروكاريوت؟ يعني ما عندهاش نواة، has no nucleus. كلمة برو ديت باللاتيني معناها بيفور، واحنا اتفقنا ان كلمة كاريو يعني نيوكليس، فاحنا بنقول ان ديت كائنات ما قبل النواة، ما كانش عندها نواة، ما عندهاش ميمبرين باوند اورجانيل شبه ما احنا اخدنا في الكورس اللي فات. فالبكتيريا ديت كانت اول حاجة ظهرت على كوكب الارض. البكتيريا ديت هي عبارة عن خلية واحدة يونيسيلولر، وهي عبارة عن حاجة احنا بنقول عليها البرو كاريوتس. طيب البكتيريا دي، في بكتيريا ظهرت زمان قوي، بكتيريا احنا بنقول عليها البكتيريا القديمة، يعني ظهرت من ملايين السنين، من زمان قوي قوي، ديت احنا بنسميها ارك بكتيريا، يعني بكتيريا قديمة. وفي بكتيريا حديثة شوية، يعني ظهرت بعد الاركي بكتيريا، ديت احنا بنسميها يو بكتيريا. يو بكتيريا ديت اللي هي البكتيريا الحقيقية، اللي هي البكتيريات اللي حوالينا، اللي هي البكتيريا المعتادة يعني، ماشي؟ طيب دول كده نوعين من البكتيريا كانوا ظاهرين زمان. هما قالوا ايه بقى العلماء بتوع التطور؟ قالوا ان بعد وجود البكتيريا ديت، البكتيريا ديت حصل فيها تحور بشكل ما، وبدأت ان هي تتحول للكائنات اللي احنا بنسميها البروتيستا، اللي احنا هنبدأ بيها المنهج بتاعنا، اللي هما الاوليات. الفرق بس ما بين البروتيستا وما بين البكتيريا ان البروتيستا عندها نيوكليوس، فبالتالي اتحولت من بروكاريوت ليوكاريوت، وهي برضك ستيل يوني سيليلر عادي، وفي منهم شوية صغننين خالص بيبقوا مالتي سيليلر، شوية خلايا بيقفوا جنب بعض ويعملوا لي اللي هي البروتيستا دي. طيب بعد كده قالوا بعد كده ان البروتيستا ديت بدأت ان هي تتطور، والخلايا اللي كانت بتقف جنب بعضها ديت عشان تعمل لي كائن من كائنات البروتيستا، لأ ده بدأت ان هي تبقى مش مجرد بس مالتي سيلولر، يعني متعددة الخلايا، خلايا بس كتير واقفة جنب بعض، لا ده بدأوا يبقوا آلاف الخلايا أو أكتر من آلاف الخلايا يقفوا جنب بعض، وبدأوا يكونوا لي أنواع الحياة بقى المختلفة اللي احنا بنشوفها فعلا، اللي هي البلانت النباتات أو الأنيمالز الحيوانات أو الفنجاي اللي هي الفطريات.
فهم قالوا ان البلانت والانيمال والفانجاي نشأوا من البروتيستا، والبروتيستا ديت نشأت من البكتيريا اللي كانت موجودة قبلها، تمام. وبعد كده حبوا ان هم يحطوا دليل على الكلام الفاضي ده، فراحوا قايلين ايه، راحوا قايلين ان مثلا الانسان ده واحد كده من الحيوانات اللي هي بتبقى موجودة على الكوكب، او اي حيوان يعني عموما. اما احنا نيجي نبص على الخلايا بتاعته، هنبدأ ان احنا نلاقي جواها حاجة كده اسمها الميتوكوندريا. الميتوكوندريا ديت كانت بتتميز بحاجة كده احنا كنا قايلين عليها الترم اللي فات، ان الدي ان ايه بتاعها بيبدأ ان هو يعمل ريبليكيشن لوحده من غير ما يستنى اوردر من النيوكليوس بتاعت الخلية. فهما كانوا بيقولوا كأن الميتوكوندريا ديت كائن عايش جوه الخلية بتاعتنا، وان الكائن دوت هو واحد من الخلايا بتاعت البروتيستا اللي ما اتغيرتش، لكن باقي الخلايا التانية اتغيرت، فبالتالي هي اللي عملت لي اللي هي ايه الانيماليا. برضو حاجة برضو تانية كانوا قالوا عليها برضو في بالنسبة للبلانت، يعني نفس الشيء كده بيتم تطبيقه على اللي هي الكلوروبلاست. الكلوروبلاست كانوا بيقولوا برضو عليه ان طبعا ده عنده نفس المقدرة، ان هو بيقدر ان هو يضاعف العدد بتاعه لوحده من غير اوردر من الخلية او من غير اوردر من النيوكليوس. فهم قالوا برضو ان ده كده كأنه كان واحد من اللي هي الخلايا اللي هي بتاعت البروتيستا اللي فضل زي ما هو، والخلايا بقى التانية هي اللي اتحورت وراحت عاملة لي ايه الخلايا اللي هي بتاعت البلانت، تمام. فدي كده كانت بعض الحاجات اللي هم كانوا بيقولوها اللي هي بتخدم يعني الفكر اللي هو بتاع التطور بتاعهم، ان انا عندي كائن بيطلع من كائن بيطلع من كائن يعني، تمام. طيب البلانت والانيمال والفانجاي كل الكائنات ديت كائنات احنا بنقول عليها مالتي سيلولر، يعني كائنات عديدة الخلايا. مفيش حيوان بيتكون من خلية واحدة، مفيش نبات بيتكون من خلية واحدة. وكل الكائنات ديت طبعا يوكاريوتيك، طبعا جواها ايه ترو نيوكليوس. في بس كائنات كده احنا ما تكلمناش عنها خالص ضمن اللي هي الشجرة بتاعت الإيفوليوشن أو الشجرة بتاعت التطور دي. الكائنات ديت هي الفيروسات. الفيروسز والفيرويدز الاتنين دول كده احنا ما بنعتبرهمش ان هما بيعملوا يعني فيتنج في اي كاتيجوري، او ما بنحطهمش في اي مجموعة من ضمن المجموعات ديت. هو الحقيقة الفيروسز والفيرويدز احنا بنعتبرهم ان هما اصلا مش خلية، يعني دول اصلا are not cells، دي مش خلية كاملة اصلا يعني، فبالتالي احنا مش هنحطها خالص في الشجرة اللي هي بتاعت اللي هي التطور ديت. لا، هما بيكونوا موجودين كده لوحدهم في كاتيجوري خاص بيهم او في مجموعة خاصة بيهم برا عن كل الحاجات اللي هي موجودة هنا دي. طيب تعالوا بقى كده نشوف العلماء يعني على مر الزمن كده بدأوا ان هما يقسموا لي الحاجات اللي هي موجودة فوق ديت ازاي. احنا عندنا types of classification system، احنا عندنا مجموعة علماء كده ماشي، كل عالم منهم اقتراح يعني. اول عالم مثلا اللي هو كان اسمه لينيس دوت، قال ان احنا هنقسم كل الكائنات اللي عايشة على كوكب الارض لاتنين kingdom، اتنين مملكة. المملكة اللي احنا بنقول عليها مملكة نباتية، والمملكة الاخرى اللي احنا بنقول عليها مملكة حيوانية، تمام. ده كده العالم الاولاني. بعد العالم الأولاني دوت بشوية سنين كده جاء علماء تانيين، منهم مثلا إرنست وهيكل. إرنست وهيكل دول قالوا لا، ده احنا الكائنات مش مجرد بلانتس وأنيمالز، لا ده احنا عندنا ثلاثة كينجدومز، عندنا حاجة اسمها البروتيستا، وعندنا حاجة اسمها البلانتيا، وعندنا حاجة اسمها الأنيماليا. طيب هما ايه اللي خلاهم يعني يضيفوا البروتيستا يعني، وليه للناس دوت محطش البروتيستا معاهم؟ الفكرة كلها يا جماعة ان البروتيستا اللي هي الاوليات ديت كائنات يعني زي ما قلت لكم كده معظمها بيتكون من خلية واحدة، والخلية الواحدة دي ما بتتشافش. فالحتة ديت ما كانوش لسه بقى عملوا الميكروسكوب، وما كانوش لسه شافوا اللي هي الكائنات الصغيرة، فما كانش هنا ظهر قوي. فمن اول هنا كان ظهر بقى الميكروسكوب، وبدأوا بقى ان هم يشوفوا اللي هي الكائنات اللي هي بتاعت البروتيستا ديت، علشان كده حطوها ايه في كينجدم جديدة. نيجي بقى على العالم اللي بعد كده اللي هو اسمه كوبلاند. كوبلاند بقى دوت لا، راح مقسم لي الممالك اللي موجودة على كوكب الارض الاربعة، التلاتة القدام بتوع ارنست وهيكل، ومعهم واحدة زيادة اللي هي مين؟ اللي هي مونيرا. مونيرا ديت اللي هو حط فيها
كل البكتيريا، يعني البكتيريا كلها هو أخدها وراح حاططها في اللي هي الكينجدم بتاعت إيه مونيرا دي. ماشي. طيب بعد كده جه عالم كده اسمه ويتكر. ماشي. ويتكر بقى عمل ايه؟ قال لك انا عندي عادي الاربع حاجات اللي هم بتوع كوبلاند، اللي هم المونيرا والبروتيستا والبلانتيا والانيماليا، لكن انا هفصل المجموعة بتاعة الفانجاي او الفطريات وهبدأ ان انا احطها في كينجدم لوحدها. تمام. يبقى الترتيب كده بتاعنا تاني، للنياس قسم لي كل الممالك لمملكة حيوانية ونباتية وخلاص الموضوع خلص. ارنست وهيكل راحوا مزودين لي البروتيستا اللي انا هاخدها في المنهج بتاعي. يبقى كده ارنست وهيكل هما اللي حطوا لي اول جزء في المنهج بروتيستا. بعد كده جاء كوبلاند راح حاطط ايه معاهم؟ مونيرا علشان تشمل البكتيريا. بعد كده راح جاي ويتكر راح مطلع الجروب بتاع الفانجاي خلاه لوحده في مملكة لوحده، بدل ما كان هو مخلوط بحاجات تانية، لا طلع الفانجاي وراح حاططها لوحده بالإضافة للأربع حاجات اللي هم إيه كوبلاند كان حاططهم. بعد كده في النهاية خالص بقى راح جاي عالم اللي هو اسمه كارل بوس دوت بقى راح عامل إيه؟ قال لي لا ده أنا ما عنديش 5 ممالك، أنا عندي 6 ممالك. شايف المونيرا دي؟ المونيرا ديت إلغيها لي خالص، ما تحطيليش مونيرا خالص، انا مش عايز مونيرا دي. مونيرا ديت انا هغيرها، لان المونيرا ديت فيها البكتيريا، والبكتيريا ديت احنا كنا قايلين ان هي نوعين، اركي بكتيريا ويو بكتيريا. فهم لقوا ان في اختلافات كبيره قوي ما بين الاركي بكتيريا واليو بكتيريا، ما ينفعش ان انا احطهم مع بعض، هي بس الحاجه اللي بتجمعهم ان هما الاتنين بروكاريوتس، لكن هما مختلفين عن بعض، فبالتالي انا هعملهم في مملكتين مختلفين خالص. هعمل حاجة اسمها أركي بكتيريا اللي هي تحتها الأركية، وهعمل حاجة اسمها يو بكتيريا اللي هي تحتها البكتيريا. تمام. والاتنين دولت كده اللي هما دول كده هعملهم كده ايه مملكتين، بدل ما هما كانوا مونيرا مملكة واحدة. ده كده اللي هو الحاجة اللي ووز عملها. ماشي. وبعد كده ووز بقى راح حاطط لي كل بقى الحاجات اللي هي تحت اليو كاريوتس، كل الحاجات اللي هي حقيقيات النواة اللي هي البروتيستا والبلانتيا والانيماليا والفانجاي، الاربع حاجات دول حطهم لي مع بعض. قال ان كل دول كده احنا هنحطهم تحت كلمة دومين اسمه يوكاريوتا. دومين اللي احنا كنا قايلين هنا هو اول واحد اللي هو نطاق الكائنات اللي هي حقيقيات النواة، هيبقى بقى تحتيه اللي هما الاربع كينجدمز اللي هي الكينجدم بتاعة البروتيستا والبلانت والانيمال والفانجاي. تمام. يبقى ووز عمل ايه؟ ووز بدل ما انا كان عندي 5 ممالك ويتيكر عاملهم، ووز اخد اول واحدة وراح اقسمها لي الاتنين، عملها لي اركي بكتيريا وعمل لي يو بكتيريا. تمام. ده كده الحاجة اللي ووز عملها. وايه تاني؟ وبعد كده هو اللي اخترع لي كلمة دومين، ما احنا ما شفناش دومين هنا خالص، كان كله كينجدمز وخلاص، لكن كارل ووز هو اللي عمل لي دومين، عمل لي دومين للحاجات اللي فوق ديت سماه الدومين بتاع البرو كاريا، وعمل لي دومين اخر سماه اليو كاريا، دومين ما قبل النواه ودومين النواه. دومين النواه بقى هو اللي حط لي تحتيه الاربعه كينجدمز اللي هم بتوع البروتيستا والفانجاي والبلانت والانيمال. تمام. دي كده ايه الفروقات اللي هي العلماء عملوها لي على مر الزمن. لو حبينا نعلم كده على كل واحد ايه الحاجة زيادة اللي هو عملها، ارنست وهيكل هما اللي اتكلموا في الحتة بتاعت البروتيستا، كوبلاند هو اللي زود لي الحتة بتاعت المونيرا بتاعت البكتيريا، واتيكر هو اللي طلع لي الحتة بتاعت الفونجاي بتاعت الفطريات، وكارل ووز هو اللي عمل لي الدومين، وهو اللي فصل لي البكتيريات وخليها لي اركي بكتيريا ويو بكتيريا. تمام. ده كده اللي هو كل واحد عمل ايه لوحده. ماشي.